السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم جميعا مشاهدي الكرام أينما كنتم. أزول في الله والنايت ما ديستما. تكلمنا في الحلقات السابقة عن أعراض وأمراض انتشرت بكثرة وبقوة وفي كل بلدان العالم، وستنتشر أكثر مع الأسف الشديد في المستقبل. هذه الأعراض والأمراض لم تكن قبل 2019 بهذه الحدة وبهذه القوة وبهذه النسبة. فالآن كل الناس، لا أبالغ إذا قلت بأن كل الناس يحسون ببعض من هذه الأعراض، والناس يتحدثون عنها ويشتكون، يعني أنا عندي كثرة نوم، أنا عندي إحساس بالنوم، أنا عندي عياء، لا أقدر على الوقوف، أنا عندي ألم في الظهر، ألم في الركبة، انتفاخ الرجل. الآن مشكلة انتفاخ الرجل وانتفاخ اليد كذلك يعني أصبح ظاهر في المجتمعات. والبارح كتب أخ أو أخت من باكستان في تعليق بأن يعني لاحظ هذا الأخ أو الأخت، لاحظ بأن يعني هناك كثير من الحالات انتفاخ الرجل واليد في باكستان. نعم صحيح، لأننا أصحاب منهاج ولا نتكلم إلا لما تكون المعلومة مضبوطة تمام. نحن أصحاب منهاج علمي ونعلم أن هناك من يتربص بما نقول، ولذلك فنحن نأتي بالمعلومة. فهذه يعني لما نتكلم عن شيء فيعني فهو واقع وليس. فكل بلدان العالم يعني الآن تشتكي من نفس الأعراض، حتى البلدان الآسيوية وحتى البلدان الإفريقية. يعني هذا الاختناقات مشكل، الآن اختناقات مشكل، الدوخة والدوار مشكل، الأذن كذلك، الأسنان والأضرس لازلنا لم نصل إلى مشكل الأسنان، هذا مشكل عويص كذلك. ثم هذا البلع، يعني الحنجرة، هذا مشكل البلع والجيوب الأنفية، يعني الآن مشاكل. فهذه الأعراض يعني الناس يتحدثون عنها فقط. ماذا نعمل؟ هل سنبقى هكذا نشتكي ونبكي كما نقول نشكي ونبكي؟ يجب أن يفكر الناس، يبدأوا يفكروا في الحلول. لماذا أثناء الأزمة لما كانت 2019 هذه الأزمة، لماذا بدأ الناس يصرون على الأكل جيد وبدأوا يجتهدون ويطبخون جيد ويستنشقون بعض الأعشاب وبعض التوابل، ويعني بدأوا يشترون مكملات وهذا يعني وشروط النظافة ولا يأكلون خارج البيوت؟ لماذا يعني أثناء الأزمة كان الناس يعيشون جيد، لماذا الآن يعني الناس رجعوا إلى حياتهم العادية، يعني هذا السيئة، مقليات وحلويات وأكل في الأزقة ويعني كثرة اللحوم، يعني وبطاطس مقلية في الزيت وسندويتشات وهمبرجر وأشياء هذه. لماذا ينتظر الناس؟ ينتظرون أن يعود الحديث والصحافة يعني والتهويل من جديد لكي يدخل الناس بيوتهم من جديد. لا، فعليه الناس يعني كان علينا أن نأخذ الدرس من هذه الأزمة، أزمة 2019، لكن الناس لم يأخذوا الدرس مع الأسف. الإنسان ينسى، من طبيعته النسيان، الإنسان ينسى. نعم صحيح، لكن الآن ماذا يعمل الناس؟ حل، البارح طرحت سؤال، ما الحل؟ ماذا نعمل؟ الناس يذهبون إلى الطبيب، يترددون على الطبيب ويأخذون أدوية. الصيادلة الآن، عندي أصدقاء الصيادلة الآن، يعني هذه اللي تكلمت عنها، هذه البين كيلرز، ليس في المغرب فقط، في كل البلدان، يعني حتى إخواننا في الجزائر كذلك، في تونس، في السعودية، يعني هذه الصيادلة الآن أكثر المبيعات، يعني هي مسكنات الألم الآن، هذه البين كيلرز، هذه علي الأمريكيين يسموها البين كيلرز هكذا، يعني هي تقتل الألم، هذه مسكنات الألم، يعني استيرويدية والغير استيرويدية، يعني وهي أنواع كثيرة. نعم هذه مسكنات الألم، نعم، لكن يجب أن يكون هناك حل. لا يمكن أن يعيش الناس بمسكنات الألم يعني حياتهم كلها، لا يمكن. فحال الناس الآن، لماذا تكلمت عن هذه الأعراض؟ لأن لا أحد يتكلم عنها، لأن هناك سكوت، ولأن الناس يبكون ويشكون فقط في يعني في المقاهي وفي العمل وفي وسائل النقل، وفي يعني لما تلتقي شخص لا بد وأن يشتكي لك، لا بد وأن يقول عندي مشكل، عندي كذا، عندي كذا، عندي كذا. وليس هناك من لا يحس بهذه الأعراض، على الأقل بعض منها هذه. فهذا في حد ذاته مشكل. الآن واقع اختناقات، كيف نعالج هذه الاختناقات؟ كيف نعالج يعني هذا الإحساس بالنوم؟ كيف سنعالج الإحساس بالنوم في الأخير؟ كيف سنعالج هذا شتات التركيز والدوار والدوخة؟ كيف سنعالجه؟ أن الملف سليم، الملف فيه تحاليل وصور كلها سليمة، كل شيء تمام، الملف الطبي كل شيء تمام، الشخص مريض يحس بأعراض، يعني ألم مفاصل. حتى كثير من النساء الآن، كثير من النساء علي اللي التقيت بهم اللي شفتهم،
أنهم كانوا يتناولون الأدوية من قبل، يعني أدوية استرويدية، وليس كانوا يتناولون يعني من قبل 2019 أدوية، كانوا يحسون يعني براحة. الآن يتناولون أدوية لا يحسون براحة، هناك نساء لا تنام في الليل يعني بالألم. فعلى الأقل الناس أن يدرسوا حياتهم، أن يبدأوا في دراسة الحياة. أنتم مجبرون كيفما كان مستواكم في المجتمع، كن من كنت، كن من تكون، أنت مجبر الآن، مرغم أن تدرس حياتك. انتهى عصر تعول على الجاهز وعلى الطبيب وعلى الشغالة وعلى من يطبخ لك وعلى من يعمل لك، انتهى هذا العصر. الآن أظن أن الأمريكيين والأوروبيين سيكونوا أحسن منا بكثير، لأنهم على الأقل عندهم تواضع وليس فيهم عجرفة، ما عندهمش النف في السماء. الأمريكي يكون محامي، يكون قاضي، يكون طبيب، يكون صيدلاني، يكون برلماني، يكون جنرال، يكون يدخل منزله فهو مواطن أمريكي، يطبخ ويهيئ ما يأكل. لكن في مجتمعاتنا لا، في مجتمعاتنا لا. هل تنتظر من مدير شركة أن يدخل المنزل ويذهب إلى المطبخ؟ لا يمكن. فستكون مجتمعات الأمريكية، البلدان الأمريكية والبلدان الأوروبية ستكون أحسن منا، والبلدان الاسكندنافية ستكون أحسن بكثير من جميع البلدان، لأن الاسكندنافيين يعني عندهم دخلوا المنزل يهيئون أكلهم، بالعكس هو يعني الرجال يهيئون الاكل اكثر من النساء في هذه البلدان. هذه الامريكيين الان، الامريكي عنده راحه، عنده بالعكس عنده شيء جميل لما يذهب الى المطبخ يهيئ شراب او يهيئ عصير خضر او يهيئ شيء. هذا هو الحل الوحيد، اذا كنتم تنتظرون الحل هذا هو الحل، ان تبلعوا شيء لا يوجد، لا يوجد. السر كله في النظام الغذائي، اما ان تهيئوا ما تاكلون اما ستعيشون في الالم، ولكم واسع النظر، فعلوا مهما شئتم. والله ليس لكم خيار، أنا أقسم ليس لكم خيار، وأنا أعلم مما ستؤول إليه الأمور، ستؤول إلى 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 أمور خطيرة 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 جدا. هل تعلمون الآن؟ أنا تكلمت بأدب، قلت اذهبوا إلى المقابر وانظروا عدد القبور التي تحفر، تكلمت بأدب، ذهبوا إلى المستشفيات لتروا يعني عدد الحالات التي تصل، التي الطبيب يرفع يديه، ماذا يعمل في الأخير؟ يعني حالات هي تظهر بأنها هذه ليست خطيرة، لكن يعني الملف سليم، الصور سليمة، التحاليل سليمة، كل شيء كتمام، الشخص مريض، يعني ماذا يعمل الطبيب في هذه الحالة؟ ماذا يعمل؟ يعني مشكل الآن ليس مشكل أشخاص، أن يفهم الناس خطاب دكتور محمد، ليس مشكل أطباء ولا صيادلة يا عباد الله، المشكل الآن يعني أكثر وأقوى من كليات الطب، أكثر من تكوين الآن، هذا التكوين في كليات الطب في العالم الآن، وكأنه سيصبح تقليدي. لماذا؟ لأن هذا التلوث وهذا الفساد في هذه المجتمعات، والتلوث لا نعني به التلوث بالغازات والدخان وشيء، يعني تلوث من نوع آخر، تلوث بالدبدبات وبالموجات وبيعني بشيء لا ترونها وبالأشعة إلى آخر. يعني السرعة الذي ماشي بها التكوين الطبي ليست هي السرعة اللي ماشين بها يعني أسباب الأمراض، أسباب الأمراض ماشية بسرعة صاروخية، ولكن التكوين في كلية الطب ماشي بسرعة بطيئة شيئا ما. هذه فهذا في حد ذاته مشكل. فكان أكبر خطأ وقع في بعد الحرب العالمية الثانية هو لما بطلوا الطب الطبيعي واتبعوا الطب الكيماوي. الطب الكيماوي نعم ينفع، نعم جيد، جراحة والطب الحديث نعم، من يقول لا. لكن كان عليهم أن تبقى واحد شريحة تدرس الطب الطبيعي. هم قطعوا الصيلة في الخمسينيات والستينيات، وأمريكا هي التي بدأت، قطعوا الصلة تماما مع الطب الطبيعي، حتى أنه في وقت كانوا يمنعونه في أمريكا. الآن الناتيروباتي، لاحظوا الناتيروباتي الآن، هذا مرجع الناتيروباتي الآن أصبحت باهظة الثمن، لا يقدر أوروبا، الناس لا يقدرون على الناتيروباتي. هناك حصص الآن 100 أورو، حصة 100 أورو، هناك حصص أكثر من 100 أورو، لكي يكشف عليك الطبيب فقط. تراجع طبيب، ليس يعني الفيزيتا هذه تشوف طبيب في المغرب عندك 200 درهم، أو ليس 200 درهم، هي 1000 و2000 و3000 و4000 درهم لكي يعني يكشف عليك طبيب طبيعي ناتيروباتي.
من هنا يتبين لكم الآن بأن يعني كان خطأ كبير، خطأ علمي طبعا، والخطأ أخطاء العلمية كثيرة، كان خطأ، كان على البلدان يبقى واحد الجناح فيه نسبة معينة يدرسون الطب الطبيعي، اللي كتبقى واحد العينة على الأقل، ها كنسميوها احنا البذور، بذرة الطب الطبيعي ممكن نزرعها وتعطينا من بعد. الآن يعني الآن حتى إذا أرادوا أن يرجعوا إلى الطب الطبيعي أين هو؟ لا يوجد، أين هو؟ حتى في الهند الطب الطبيعي انقص، حتى في الصين الطب الصيني لا زال، نعم، لكن طب صيني وطب شعبي وليس طب ممنهج يعني يدرس يعني دراسة، نعم لا زال يعني الجامعات الصينية. والآن الأمريكيين بدأوا كيدرسوا الطب الصيني، لاحظوا إخواننا في أمريكا يسألوا نحن عندنا معلومات يعني، وليس الأمريكيين بدأوا يدرسون الطب الصيني بشكل غريب، وبدأوا يدرسون الطب الهندي كذلك، الأيورميديك يعني. ثم نحن ماذا نعمل؟ هل ننتظر أن يجدوا لنا نحن الحلول؟ ثم ماذا نعمل؟ نحن الناس يعيشون هذه الأعراض وهذه الأمراض، ماذا نعمل في الأخير؟ فأنا أعطيكم معلومة، أنا قلت بأن لازم الناس يدرسون حياتهم، إما أن تأخذ قلم رصاص وكراسة بيضاء وتبدأ تدرس حياتك وأنت مرغم ومجبر أن تدرس حياتك، وإما ستعيش في الويلات يعني طول حياتك، الويلات الصحية، وستعيش في محنة، ستعيش في محنة مع العلاجات ومع الأدوية ومع الألم. لكن نحن نعطيكم معلومات، نحن في الدراسات المستقبلية كنا نرى بأن اللجوء إلى الطب الطبيعي كان يجب أن يبدأ في 2020 حسب معلوماتنا الدراسات المستقبلية. ثم يعني قلنا 2024 لازم الطب الطبيعي يرجع، هذه كنا نقولها في التسعينيات القرن الماضي، الآن نحن في 2024 لا زال الحديث عن الطب الطبيعي لا يوجد. شيء بدأ، المهم بدأ الناس يتساءلون ويسألون، نعم جيد، لكن في بعض البلدان بدأوا عليه، في بعض البلدان بدأوا الطب الطبيعي، في ألمانيا الآن وحتى في إيطاليا وفي بعض البلدان الآن، يعني ألمانيا على الخصوص، الألمانية الأطباء الألمان بدأوا يرجعون إلى المكملات وإلى الأعشاب وإلى كثير من المكونات الطبيعية. يعني إخواننا في ألمانيا يسولوا يعني. أنا التكوين اللي عملت في الأبيثيرابي في العلاج بمنتوجات النحل عملته في ميونيخ، أنا عملت تكوين في ميونيخ في مدينة باساو، الناس يعرفوها، هي هذه مدينة صغيرة جميلة على حدود النمسا، والتكوين اللي عملته في باساو، هذه في الأبيثيرابي في العلاج بمنتوجات النحل. فهذا يعني هذا الأعراض وهذه الأمراض التي يحس بها الناس، يتناولون أدوية لا يحسون في حسن، ثم لا يفكرون لا يفكرون في أي حل. فأنا أعطيكم معلومات فقط لأجعلكم تفكرون في حياتكم، ولأجعلكم تعودوا إلى الحقيقة الغائبة على الناس، ولا بد هذه الحقيقة لا بد وأن تظهر، ولا بد وأن تعود، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى نبقى حي حتى أرى هذه الحقيقة تعود، لا بد وأن تعود. لماذا؟ لأن هذه الحقيقة أقبرت في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، لكن الآن ستظهر وعدا عليه حقا سبحانه وتعالى، ما ارتفع عليه شيء إلى وضعه. حتى الحضارات السابقة، حضارة عاد وثمود وما أدراكم الحضارات السابقة، فين تبان هذه الحضارة اللي عندنا احنا الآن؟ فين تبان؟ ومع ذلك وضعها الله سبحانه وتعالى، لأنها ارتفعت على الله سبحانه. فيعني هل الناس الآن يتخوفون من توقف الانترنت؟ نعم سيتوقف الانترنت، لا عليكم سيتوقف وستكون الكارثة. اللي يرى الإنسان أنه أصبح غير قادر على تصور الآن، هل شخص الآن يقدر يقطع التليفون لمدة 3 ساعات وأربع ساعات؟ قدروا؟ أنا لا أظن. أو حتى إلى لنفرض الآن هذه، حبسوا هذه الكاتجي، حبسوا هذه الفورجي واحد يوم أو يومين، ماذا سيعمل الناس؟ ماذا سيعملون؟ الناس كلهم معولين على هذه، ملي توصل تصل بي، غادي نتصل بك، انا غنرسل نبعث لك، انا غادي نعمل لك تحويل بنكي من الهاتف، الناس كلهم معولين على هذه. فيعني لا بد وان تتوقف، لا بد، هكذا لا بد، هذه صيرورة الحياة، هذه هكذا الدنيا من شيء. فالله سبحانه، انا اعطيكم معلومات فقط لتبداوا دراسة الحياة ولتبداوا تبحثوا عن الحلول، أنبقوا نعطيكم معلومة جاهزة، وعمل هذه وعمل هذه وشرب هذه وخلط هذه. انظروا في الكون،
أن الله سبحانه وتعالى هو المخترع، هذا ابن رشد، الله هو المخترع لكل شيء. معنى المخترع؟ المخترع أنك توجد شيء، تحدث شيء جديد لم يكن من قبل بدون نموذج، بدون أي معلومة، هذا هو الاختراع. فهذا الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان ما كان الله سبحانه وتعالى ليخلق الإنسان يعيش في هذا الكون ولا يخلق له بماذا يقتات به وبماذا يتعالج به، لأن الله يعلم بأن الإنسان يمرض، تصيبه أعطاب، لا بد من الأعطاب، لا بد من الأمراض. يعني ما هذه الآلة التي اخترعها الله سبحانه وتعالى، اخترعها مؤقتة، تعمل في هذه الدنيا 60 عام، 70 عام، 30 عام، 120 عام، مهم مؤقتة هذه الآلة، ثم تذهب، ثم ستكون الحياة الآخرة هي الحياة الخالدة. أما الآن هذه الآلة هي آلة مؤقتة لوقت معين. هذا الأعضاء اللي عندنا لابد توقفوا، لابد أن يتوقفوا، لا يمكن يعيش الإنسان يعني إلى الأبد، لا يمكن. القلب يتوقف، الرئة تتوقف، الكبد يتوقف، الأمعاء تتوقف، الكلية تتوقف، المخ يتوقف، جميع الأعضاء ممكن أن تتوقف، لأن هذه الآلة اللي خلقها الله لابد أن تتوقف. يعني إذا توقف عضو تنقص، يعني هذا، ثم في الأخير لابد من النهاية، لابد من النهاية. جميع الموجودات خلقها الله لتنتهي، جميع الموجودات في الكون، حتى الكون كله يتجه إلى نهايته هو بنفسه. فالله قرر نهاية العالم لما خلقه، وليس سيقرر نهاية العالم. الله قررها من اللي خلق الكون، قرر نهاية العالم، قرر نهاية هذا، قرر قيام الساعة، قرر نهاية العالم لما خلقه، وليس لا زال لم يقرر يلا تفكر يقرر. الله قرر يعني لما خلق الكون كان القرار متى سينتهي، هذا يعني أمر. فانظروا الأشياء التي يتغذى عليها الإنسان للطاقة ليعيش، وإن تعدوا النشويات كلها، النشويات لم تكن 7 من قبل، النشويات كانت بالآلاف، الآن انقرضت، قالوا 7 ولا 8، القمح والشاعر والذرة والزؤان والشوفان وهذا الرز إلى آخره. تعدوا النشويات لنفرض أنها 400، تعدوا البقوليات، فول، حمص، عدس، فاصوليا، بازيلا، هذه جلبنة، ولو تكون 7000، تعدوا الخضر ولو تكون 5000، تعدوا مثلا الفواكه ولو كانت ما كانت، ثم اللحوم، ثم الحليب، ثم البيض، ثم السمك، ثم تعدوا هذه الأكل، هذه أشياء للأكل فقط، هذه للطاقة، هذه تعدها 1000، 2000، 3000، لا شيء. وإن تعدوا الأشياء اللي خلق الله للعلاج فهي أكثر من 5 أضعاف المكونات اللي خلق الله للتغذية، فهي بالضبط 6 أضعاف. انظروا يعني، ولذلك ليس لنا على الله حجة، العلاج موجود في الطبيعة، يجب أن يدرسه الإنسان، والله أعطانا العقل، انتهى، أعطانا العقل وخلق لنا في الكون أشياء، يجب أن يصل الإنسان إلى هذه بعقله وأن يدرس. لم يخلقنا الله ننزوي في الجبال ونعبده حتى نلقاه ثم ندخل الجنة، خلقنا الله في الكون ندرس الكون وندرس هذا، يعني ونكتشف ونستكشف ويعني ونبحث في هذا الكون لنعيش بسلام ولنسهل الحياة ولنتمتع بما خلق الله لنا كذلك. فإذا حسبت الأعشاب الطبية فقط، الأعشاب الطبية فقط، الآن إذا كان بلد واحد فيه 6000 بلد، واحد فيه البرازيل، البرازيل هي الأولى في الأعشاب الطبية، عندنا مئات الآلاف أعشاب طبية أكثر بكثير من المواد التي خلقها الله للأكل، يعني للطاقة. ثم التوابل كم؟ نحن لا نعلم من التوابل إلا 9 أو 10، لكن التوابل هي بالآلاف وليس. ثم هذه البذرات التي الآن الإنسان استخرج بذرات زرعها فقط، لكن لا زالت هناك بذرات أخرى لا يستعملها الإنسان، لا زال يجب أن يكتشف، لا زال العلم سيكتشف. هل تستهلكون بذرة البصل؟ لا. هل تستهلكون بذرة اللفت؟ لا. هل تستهلكون هذه بذور أخرى كثيرة؟ وليس، نحن بذرة الكتان، نستهلك بذرة الكتان، نستهلك يعني بذرة السمسم والحبة السوداء وحلبة وحبر شادو يانسون وشمرة وكروية وحبوب كزبرة وحبوب شيا
ويعني حبوب نوار الشمس كذلك مع هذه الشيء، ثم بذور القرعيات، نستهلك بذور القرعيات نعم لا شيء، لكن المكونات التي خلقها الله سبحانه وتعالى للعلاج أكثر بكثير من المكونات التي خلقها للتغذية. فالإنسان يتناول فقط المواد التي يتغذى عليها، المواد التي تعطيه طاقة، بطاطس وشعير وقمح ولحم وبيض ويعني وفواكه وتفاح، يستهلك فقط المواد التي تعطيه طاقة، لكن لا يستهلك المواد العلاجية. وركزت على الثلاث مجموعات التي لا يعطيها الناس أي قيمة ويضحكون عليها، الآن جاء عصرها. كان عصر الطاقة، لما كان الإنسان يحمل الصخور على كتفيه كان يحتاج طاقة نعم، لكن الآن يحتاج هذه المواد، هذه يحتاجها لصحته، يحتاجها لمقاومة التلوث ومقاومة هذه الحرب الكيماوية المسلطة عليه. هذه البذرات، حبوب الكتان وحبة سوداء، لا زال عندنا في المغرب، لا زال هناك من يسخر ويضحك على الحلبة وحب رشاد وهو يتألم. يعني شوف، يعني شوف هاد الناس عندنا، يعني شوف، يعني شوف هاد، يعني شوف هاد العقل، هاد العقل خربان كيفاش. شخص يتألم، عنده أمراض، وربما أمعاؤه نازلة يعني خارجة منه بواسر، ومع ذلك يضحك على الحلبة وعلى حب رشاد. نظر العقل، لكن في أمريكا لا يضحكون على الحلبة وحب رشاد، في أوروبا لا يضحكون على الحلبة وحب رشاد، في بلداننا نحن نسخر من كل شيء، بلدان السخرية وبلدان النكتة وبلدان الحلقة وليست بلدان العلم. هذه الزعتر، هذه زعتر وأعشاب التوابل قبلها، يعني التوابل، هذا كركم وقرفة وقرنفل يعني وأشياء هذه، الآن يضحكون الناس، يضحكون يسخرون منها. تسأل شخص هل معك قرنفل في منزلك؟ يقول لك لا. عندك بطاطس؟ يقول لك نعم. وعندك نقانق؟ نعم. وعندك جبنة؟ نعم. ما عندكش قرنفل في منزلك؟ عجيب. ثم يعني أنت تشكول، لست أنا علي، يا أخي أنت عندك أعراض، أنت تقول بأنك تختنق وتبلع بصعوبة، وعندك جيوب أنفية، وعندك أذن، وعندك ألم رأس، وعندك ألم رقبة، وعندك معدة، وعندك أمعاء، وعندك معك قرنفل في منزلك؟ عجيب. عجيب. لماذا؟ لأن العقلية التي تربت في القرن الماضي تربت على الطاقة، على العلف، المواد التي تعطي طاقة، على الأكل، على العلف، وليس على المواد التي للوقاية والتي تعالج الإنسان. فجاء عصر الآن، ذهب عصر البطاطس وعصر الجبنة والنقانق وعصر اللحوم، ذهب. الآن جاء عصر البذرات والتوابل والأعشاب التي تشرب. هذه المجموعات الثلاث ولا أحد تكلم عنها في العالم. ربما شخص يأخذ معلومات من الدكتور فايد يتكلم لكم عن الحلبة، أو يتكلم لكم عن القرفة، أو يتكلم عن شيء هذا، لكن ليس قبل الدكتور محمد فايد، ولا أظن ليس قبل الدكتور محمد فايد. مهم علينا كل شيء خير إن شاء الله. المهم الإخواني قضيوا الغرض، غير يتكلموا، ما عندنا مشكل، والله ما عندنا مشكل، نحن أصحاب المعلومة، ولكن أنا قلت هذا العلم لله سبحانه وتعالى. لكن لا يرضوا باش يقولوا الاسم، لا يرضوا، تأخذهم العزة بالاسم. اذكرنا اي اسم الى الدكتور محمد فايد، حتى ان ممرضين عندنا في المغرب، ممرضين يعطونا نصائح، وعملوا لهم الدكتور فلان، وكيلق عملوا لهم الاستاذ فلان، بروفيسور فلان، وهم ممرضين عندهم تكوين يعني ثانويه عامه زائد 3 سنوات، وعملوا منهم يعني الخبراء في التغذيه والدكاتره في التربيه، فقط ضد في الدكتور فايد. اي هذو ليسوا دكاتره، ليسوا دكاتره، يعني لماذا يقدمونهم باسم الدكتور؟ جي المذيعه وتقول لك الدكتور محمد فلان، لماذا تقدمه دكتور؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا هذه العقده في الناس؟ لماذا؟ فعليا نحن ان شاء الله لا نريد ان نثبت للناس الان يعني قدرتنا على الاشياء وعلمنا الان، لا، نحن سنثبت للاجيال التي ستاتي من بعدنا، هي التي ستلعن الذين الآن انتقصوا من دكتور محمد فايد. سنترك الأجيال التي ستأتي، نحن سنكون في قبورنا، لكن الأجيال التي ستلعن هذا الجيل الذي يعني كان ينتقص من دكتور محمد فايد. وهذه العقدة، عقدة أنه يكتب شيخ، شيخ عادي، شيخ طالب الجامع، شيخ كيكتب لي الفوق
الدكتور الشيخ فلان فوق وتكتب تحت العشاب فايد. انظروا هاد العقدة اللي تغلغلت عند الناس، عقدة مردوب فايد، سميتها أنا متلازمة فايد. عندنا متلازمة فايد في المغرب، يعني ماشي يعني. وهذيك هذوك الشورتس بالصفر اللي كاتبين فيها العشاب راه الصلقوط ديال حي جوهرة فقط. غير باش نقولوا ليه راه حنا كنعرفوا الامور اللي كتخرج. صلقوط حي جوهرة بسيدي مؤمن، هذا واحد الصلقوط راقي، هو اللي كيكتب هذوك الشورتس بالصفر، هو اللي كيكتب العشاب. شخص يتكلم عن موضوع بعيد من دكتور محمد فايد وكاتب لتحت العشاب. يعني الدكتور محمد فايد ولو كتبتي عشاب ولو يعني طرطقتي، شتي الطرطق تخرج لك العقل، الدكتور محمد فايد. يعني وبكل هذا ليس هذا يعني براحة خير إن شاء الله. فهذه المجموعات الثلاث، مجموعة البدرات ومجموعة التوابل ومجموعة الأعشاب التي تشرب على شكل شاي، هذه هنا فين كاين السر. أن تجتهدوا، الله يجزيكم بخير، اجتهدوا في هذه المجموعات. والنساء يعني ليس بالضرورة أن تكثروا، لأن يعني الناس كيبغيو يكثروا، لا أظن اللي يريدون باش يكونوا صحاح أكثر من اللازم ولا يتعالجوا في دقيقتين، لا، هذه الأشياء تستهلك بكمية بسيطة. الأشخاص الذين معهم هذه الأعراض يحسون بهذه الأعراض، هذه المجموعات الثلاث هي السر. وهذه المجموعات الثلاث هي اللي خلق فيها الله سبحانه وتعالى على سر العلاج. لا يوجد سر العلاج في اللحم، لا يوجد في الحليب، لا يوجد في السمك، لا يوجد في البطاطس ولا في الخضر، ولا يوجد في النشويات ولا في البقوليات. هذه مواد غذائية تعطي الطاقة للجسم فقط، لكن سر العلاج وضعه الله سبحانه وتعالى في الأعشاب التي تشرب على شكل شاي والتي تستهلك كذلك على شكل كبسولات، وكذلك في التوابل، وكذلك في البذرات. لاحظوا أن الأشياء اللي خلق الله الطاقة نستهلك منها كثير، ربما شخص يستهلك نصف كيلو بطاطس أو ربما حتى نصف كيلو لحم، ربما يستهلك يعني 100 غرام جبن، أو يستهلك يعني حمص وفول يعني نصف كيلو. هذه أشياء نستهلكها بكمية كبيرة لأنها تعطي طاقة للجسم، لكن هذه المجموعات الثلاثة لا نستهلك هذه كميات كبيرة، نستهلكها بملعقة صغيرة، نصف ملعقة صغيرة أو رأس ملعقة صغيرة، يعني تستهلك بكمية بسيطة. من هنا تفهموا يعني يعني هذه المكونات أنها خلقت لغاية، خلقها الله للعلاج وللوقاية، للوقاية قبل العلاج يعني، ثم حتى للعلاج. حتى الناس اللي عندهم أمراض لابد أن يركزوا على هذه المجموعات الثلاث، وهي المجموعات التي سنعمل إن شاء الله، ربما يعني سنعمل حلقات عليه على وصفات منها وأهميتها، ويكونوا اثنين وثلاثة، يكون واحد، يكون أربعة، ليس بالضرورة يكونوا 15 أو شيء، المهم عندك ثلاثة جيد عندك، لكن شيء قليل. لكن يبقى المشكل في المواد الغذائية التي تضاف إليها هذه البذرات، هذا هو المشكل. من قبل كان أباءنا وأجدادنا عندهم وصفات يعني يسهل إضافة البذرات لها، مثلا حساء شعير، لما تهيئ حساء شعير ثم كتسميه التلبينة، حساء شعير بزيت زيتون، يطبخ سميد شعير بماء مع الماء ومع يعني زيت زيتون، ثم تضاف إليه التوابل والبذرات، التوابل والبذرات في نفس الوقت، يضاف إليه كركم لملا، ويضاف إليه زعتر مطحون لملا، ويضاف إليه كذلك حبة سوداء وحلبة وحب رشاد، وكذلك بذرة الكتان، يعني شيء بسيط تضع، يعني فيسهل استهلاك هذه البذرات. أو ربما شربة حساء فول، نفس الشيء، حساء فول كذلك ممكن تضاف إليه هذه المكونات، أو شربة خضر، أو يعني شربة خضر تكون شيئا ما يعني ثخنة، تكون شوية يعني ما تكونش جارية، ما تكونش يعني هذا خضر تطحن، تسلق في الماء وتطحن شربة خضر، كذلك ممكن تضاف لها إليها هذه البذرات وهذه التوابل، وكذلك أعشاب، لماذا لا؟ الأعشاب تضاف كذلك. فالخبز يعجن بهذه البذرات، ويعجن بتوابل مثل الكركم، ويعجن كذلك بتوابل مثل الزعتر، ومثل هذه كانت تضع في الخبز من قبل يعجن. فيجب أن يجتهد الناس وأن يكونوا أذكياء في وجبات ذكية، يعني يحضروا وجبات ذكية. يعني الخبز فالمرأة تعجن،
يا سيدتي أنت تعجني، أنت عملتي جهد وعجنتي، فقط يعني أن تضيفي هذه للعجين، تضيفي بذرات وتوابل وأعشاب للعجين فقط. هذه الأعشاب وهذه يعني ليس تزين الخبز فقط، إنما تقوي الخبز، يصبح مادة علاجية عوض مادة غذائية. نعم فيه مغذيات، فيه نشافين، لكن يصبح كذلك مادة علاجية. لماذا؟ لأن الذين لا يجدون أين يضعون هذه البذرات هو المشكل. من كاين شباب ما متزوج، كاين حتى كاين نساء الآن ما علموهم والديهم يطبخوا. نعم صحيح، مش عيب، والله مش عيب. كاين سيدة تقول لك أنا أريد أن أطبخ لكن لا أعرف أطبخ. نعم ممكن تعلمي، تعلمي وتعلمي في راسك، إلا جات الوجبة ماشي هي رميها وتعلمي في وحدة ثانية حتى تعلمي جيد. لما لا إنسان يتعلم. فلما شخص يعني يتناول ستيك، يعني هذا بوفتيك، هذه لحم مقلي ويتناول معها بطاطس مقلية وخبز أبيض، أين سيضع البذرات وأين سيضع التوابل؟ مشكل هذا. فيعني حتى من قبل كان الإنسان يعني يبتكر في مواد غذائية تكون يعني استعمال جميع المكونات سهل. الآن بطاطس مقلي، ماذا ستضيف لبطاطس مقلي؟ المسترد، هذه المطرد. ماذا ستضيف للحمة مشوية؟ ماذا ستضيف لها؟ لا، ملح فقط. يعني هكذا أن تتجنب الوجبات التي لا تتحمل أو لا تحتمل هذه البذرات وهذه الأعشاب وهذه التوابل، الوجبات التي ممكن أن نضيف هذه البذرات في حالة ما إذا تعذر على الناس. ما نحن لا نتدخل في حياة الناس، هناك من يحب أن يعيش بهذا النظام، هذه حريته، لكن على الأقل أن تطحن هذه البذرات، تطحن وتخلط، والتوابل كذلك تطحن وتخلط، وبعض الأعشاب تكون مطحونة، ثم يتناول معها الشخص بعد الوجبة أو مع الوجبة، يتناول ملعقة صغيرة من خليط البذرات وملعقة صغيرة من خليط التوابل وملعقة صغيرة من خليط هذه الأعشاب الطبية. مثلا أعطيت نموذج مثل هكذا. لماذا؟ لابد وأن تتناول هذه المجموعات الثلاث يوميا وفي كل وجبة، وبشيء يعني بسيط، يعني لا تكثر. فقط النساء الحوامل تنتبه، المرأة الحامل تنتبه، والأشخاص اللي عندهم مشكل على مستوى الكلية كذلك ينتبهوا ما يكتروش، لأن اللي عندهم قصور كلوي لا يقدرون على هذه المسائل. لكن ولو يعني ما تكتروش، تكون كمية ضئيلة لا أظن أنها ستضر. ثم المكملات الآن، فعلى الأقل الناس اللي من الناحية المادية اللي ما عندهمش فلوس، على الأقل بروبوليس لابد منه، العكبر لابد منه، لي ميسورين غذاء الملكات لما لا، وكذلك حمض الأوميغا 3 مع هذا البروبايوتيك لما لا. لكن الأشخاص الذين لا يقدرون، ولا تشتروا بروبوليس مخلوط مع العسل، الله يرضى عليكم، لا تشتروا بروبوليس مخلوط مع العسل، لأن ثمن العسل تشتري به بروبوليس، ثمن العسل تشتري به بروبوليس. اشتروا بروبوليس كبسولات، كاين إخوة يشتكون من هذه الكبسولة مصنوعة من جيلاتين كذا. يا أخي افتح الكبسولة واعملها مع قليل من الماء واشربها، افتح الكبسولة واعملها مع عصير، مع ماء، مع شراب، مع شاي، مع لويزا، افتح كبسولة اعملها مع شيء من الماء واشربها جيد. هنا المشكل هكذا، يعني الناس خايفين من المكملات. لماذا لا تخافون من البطاطس والناس خايفين من البروبوليس؟ غريب، والله شيء غريب. يعني الناس ثم الآن ظهرت واحد الحساسية للبروبوليس، أن بعض الأطباء كيسمعوا البروبوليس كيعطسوا، لا يعجبهم الحال، كيسمع البروبوليس كيعجب الحال. هذا الطبيب لما يصاب بالسرطان ننصحه بأن يتناول البروبوليس. نحن لا نحقد على الناس ولدينا علم وعلم ثابت. هذا الطبيب الذي يشمئز من البروبوليس ويمنعها على المرضى، لما يصاب بالسرطان، هو لما يصاب بالسرطان أو بمرض مناعي أو بالتصلب اللويحي يتناول البروبوليس، ننصحه بتناول البروبوليس، لأن الطب الذي درسه لن ينفعه آنذاك. فيعني اتقوا الله في الناس، ولا تأخذكم العزة بالإثم، ليس لأنكم تكرهون الدكتور محمد فيتحرمون الناس من العلاج. وإن كان مزمار الحي لا يطرب في المغرب، كان الناس يعادون الدكتور محمد فايد فقط من أجل العلم، يعادونني لعلمي، هذا مشكل في حد ذاته، والله مشكل. أنك تعادي شخص أنه قراب، والله مشكل، ما قريتيش عشان نعمل لك.
لكن إخواننا في الجزائر وتونس وكل البلدان الأخرى الناطقة باللغة العربية، ألا تأخذكم العزة بالإثم؟ والأطباء في هذه البلدان هذه يجب يعني توصفوا البروبوليس للناس، لأنك طبيب وعندك الحق تكتب المكملات، يعني كتبوا البروبوليس للناس، كتبوا البروبوليس للناس. الله يجازيكم بخير. أنا كنظن بأن إخواننا في السعودية، كنظن كذلك في الجزائر، كاين إخوان في الجزائر جزاهم الله خيرا، كاين أطباء في الجزائر الآن بدأوا يعني يعملون عمل جيد، يعني بدأوا يعودون لهذه المكملات وهذا العلاج الطبيعي. كذلك في تونس كاين بعض الإخوة في تونس كذلك جيد، ولكن بعض الأطباء في السعودية في الإمارات كذلك، طبيبات في الإمارات وطبيبات في السعودية كذلك. يا إخواننا وصفوا البروبوليس للناس. بروبوليس ليست عشبة، ليست عشبة. بروبوليس لا تضر، بروبوليس فقط للأشخاص اللي عندهم حساسية من المنتوج. أنتم تعلمون بأن لابد أن يكون شخص عنده حساسية من هذه، فيعني وصفوا البروبوليس للناس، لأن الآن هذه الأعراض اللي ظهرت، أنا والله لا أحس بهذه الأعراض، وأنتم ترونني كيف أنا لا أحس بهذه الأعراض بالبتات، لا ألم ولا دوخة ولا دوران ولا أي شيء. ايش ملي سافرت لماليزيا في الطائره، كان يعني الرحله طويله، كانت رجلي تنفخت عادي كما دائما، لكن ما عندي اعراض الحمد لله، لكن عندي بروبوليس، عندي بروبوليس وعندي مورينغا وعندي حبوب الكتان وعندي حلبه وعندي حب رشاد وعندي لوز وجوز وتمر في منزلي. انا اصرف مالي على حياتي، انا ما عندي فيلا فخمه ولا شيء، حتى الارث انا ابنائي ما اترك لهم شيء، لكن يعني اصرف مالي على حياتي، يعني على صحتي. هكذا انسان يعمل في هذه الحياه بالعقل، فلماذا اعيش هكذا يعني مضطرب ومتوتر وكذا، واجري وراء المال واكسب مال وكذا، ثم في الاخير صحتي؟ يعني يا اخواننا فهموا الحياه، والله فلسفه الحياه مهمه جدا، والله مهمه جدا. ان شاء الله سيكون بعد هذا العرض سيكون درس في الفلسفه ان شاء الله، سنتناول فيه العباده. ما هي العبادة؟ طبعا ليس هي العبادة في الجبال، نعبد الله حتى نلقاه وندخل الجنة. العبادة هي الخير، هي عمل الخير في المجتمع، هذه هي العبادة. تحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.